Oh,
المظهر الشريف والألفاظ. وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وكم منح من الخير العميم. الحمد لله على تمام المنة، والحمد لله على الكتاب والسنة. الحمد لله مولى الجميل واهب العطاء الجزيل، أجود من أعطى وأصدق من أوفى. الحمد لله الذي فضلنا بالقرآن على الأمم أجمعين، وآتانا ما لم يؤت أحدا من العالمين، أنزله هداية عالمية دائمة، وجعله للشرائع السماوية خاتمة، ثم جعل له من نفسه حجة على الدهر قائمة. عطب حديثك بالحبيب محمد، وأدع به في الخائفين ورددي، وافخر به ما شئت، لست ببالغ، ما الفخر إلا بالحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. نبقى مع فقرة الحديث الشريف. فضيلة الشيخ أحمد خلف شحات النغمي، الطالب محمد والطالب عمار، عمار عبد الواحد.